أنا إذا تسمح لي أولاً أن أعلق على كلام الدكتور، الدكتور العزاوي. نعم دكتور رعد. يقول أنه هو ما يعرفهم أو ما يعرف برامجهم ومناهجهم. أنا أعتقد بنظرة سريعة وعاجلة لبين قوسين لإنجازاتهم من 2003 لحد الآن، سوف تعطيك دكتورنا العزيز سوف تعطيك صورة واضحة جداً لما يدور في عقليتهم وفي مخيلتهم وفي مناهجهم. هذه الكتلة اللي الآن تسمي نفسها بالكتلة الأكبر هي نفسها من 2005 لحد الآن، ما تغير شيء، نفس العناوين ونفس الأشخاص ونفس الأسماء، باستثناء طبعا التيار الصدري الذي انسحب، البقية هي نفسها، يعني حزب الدعوة ومجلس أعلى وبدر وحكمة طلعت من المجلس وبدر طلعت من المجلس وما أدري العصايب طلعت من التيار، هي نفسها نفس هذه القوى السياسية. فإذا أردت أن إطار تنسيقي ما كان قبل إطار تنسيقي، إذا أردت أن تعرف ما هي منهجيتهم عد إلى إنجازاتهم بين قوسين من 2005 لحد الآن، فسترى أنها يعني كتلة من الفساد وكتلة من الفشل وكتلة من ضياع الحقوق. وهذا طبعا مو كلامي، يعني الآن بإمكان أي مواطن عراقي أن يراجع خطابات أعمال إطار نفسهم.